إذا بحث كل من نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان جولتريتش وقائد عملية العزم الصلب اللواء جويل فورل بحثا مع قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطي وزعماء العشائر هناك، بحث تطور الأحداث في دير الزور، وأيضا بحث السفارة أيضا الأمريكية بحثت في دمشق مع هذا الموضوع، فإن الأطراف قالت بحسبها أنها اتفقت على أهمية معالجة شكاوى سكان دير الزور ومخاطر التدخل الخارجي، إلى جانب التأكيد على ضرورة تجنب سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ووقف التصعيد في العنف في أسرع وقت ممكن. كما أكد أيضا المسؤولان الأمريكيان خلال اللقاء على أهمية الشراكة الأمريكية القوية مع قوات سوريا الديمقراطية في جهود دحر تنظيم داعش. هذا وبدأت قوات سوريا الديمقراطية عمليات تمشيط واسعة لمدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك المنطقة الواقعة شرقي سوريا عموما بعد السيطرة عليها دون قتال إثر انسحاب المسلحين المحليين منها. كما بدأت عمليات تمشيط في بلدة شحيل بعد السيطرة على أجزاء منها وسط حالة من الهدوء وتوقف الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر من مجلس دير الزور العسكري. قصد بدورها سيطرت أيضا على بلدة الصبحة في دير الزور بعد انسحاب المسلحين المحليين وعناصر مجلس دير الزور العسكري. من جانبهم أيضا أصدر شيوخ ووجهاء العشائر بمنطقة الجزيرة شمال وشرق سوريا بيانا حول الأحداث الأخيرة في مدينة دير الزور وريفها، محذرين من الانجرار وراء ما وصفها البيان بمخططات تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وكانت قوات سوريا الديمقراطية نفت أن تكون الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في دير الزور هي صراع بينها وبين العشائر العربية. نحن كلنا سوريين، بارك الله بك، والحفاظ على سوريا هو أهم نقطة. تبين دخول مرتزقة وخلايا داعش والميليشيات الإيرانية للمنطقة بتسهيل من أجهزة النظام للتحريض والفتنة بصبغة عشائرية، وإن كل ما يحدث لا ينتمي للعادات والتقاليد العشائرية بأي صلة. وهنا نؤكد بأن قوات سوريا الديمقراطية هي قوات العشائر، ولا سيما غالبية قوام قوات سوريا الديمقراطية تتشكل من العشائر العربية وخاصة عشائر دير الزور. إننا شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر العربية، الجبور، البقارة، طي، العقيدات، الشرابيين، شمر، المعامرة، الخواتنة، أنعيم، السادة الأشراف، عدوان، حرب، الولدة، المشاهدة، جحيش، وممثلي كافة العشائر الكردية والإزيدية والسريانية والأشورية، نهيب بشيوخ ووجهاء العشائر في دير الزور بأخذ الحذر وعدم السماح بالانجرار وراء هذه المخططات التي تستهدف أمن مناطق شمال وشرق سوريا. الحديث عن كل هذه التطورات في سوريا يحدثني من الشدادة فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. تحية طيبة أستاذ فرهاد، أهلا بك في برنامج استوديو الحدث اليوم. بداية نسأل عن التطورات الميدانية، المعلومات المتوفرة لديكم، ما الذي مكن قوات سوريا الديمقراطية من دخول كل هذه المناطق دون قتال؟ نعم، مساء الخير وشكرا على التغطية. حقيقة أود التوضيح بعض الأمور لو سمحت لي. تفضل. المسألة متعلقة بشكل مباشر بقوات سوريا الديمقراطية التي أتحدث نيابة عنها. هو أن دير الزور تتشكل من 120 قرية، وهذه القرى هي واقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى حد هذه اللحظة. المشاكل التي حدثت في 5 قرى هي مجاورة للضفة الشرقية أو الضفة الغربية من نهر الفرات، والكثير من المسلحين التابعين للنظام، طبعا على شاشة الحدث كانت هناك مشاهد مصورة كيف أن هؤلاء يتسللون إلى هذه القرى ويحاولون تأجيج الفتن. لذا 120 قرية هي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. هناك 3 عشائر عربية كبيرة في منطقة دير الزور، عشيرة البقارة والشعيطات والعقيدات. عشائر البقارة والشعيطات هم خارج هذا الصراع. هناك أعداد قليلة جداً
حقيقة نحن لم نحاول استخدام الحزم معها باعتبار أن هؤلاء كانوا يحاولون جر قوات سوريا الديمقراطية إلى الاشتباك في المناطق الآهلة بالمدنيين وخاصة في البصير والديبان وباقي المناطق. وأعتقد الرأي العام والحدث كان يغطي معارك قوات سوريا الديمقراطية كيف أنها حازمة وتستطيع إنهاء أي معركة بأقل الخسائر. وسجن الصناعة أعتقد كان واضحا، أكثر من 5000 عنصر من داعش كيف تم القضاء على تمردهم العام الماضي. لذا هذه المجموعة الصغيرة التي قدمت من مناطق النظام هي تحاول جر الاشتباكات إلى مناطق المدنيين، وهو طبعا ما يؤخر هذه عملية التمشيط في هذه القرى الصغيرة التي تمكنا الصباح اليوم من تمشيط قرية البصيرة والشحيل. حاليا بقيت قرية واحدة يتمركز فيها هؤلاء المسلحون هي قرية الديبان، وأعتقد المسألة تتجه نحو الحسم وهو قرار قوات سوريا الديمقراطية بشكل ثابت بطبيعة الحال. طيب، هل حظيتم بدعم من خارج الحدود السورية تحديدا من قوة التحالف؟ أود الحديث على هذه النقطة وشكرا على السؤال. قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية هم شركاء في الحرب ضد داعش، وهم يؤكدون بشكل مستمر أن لا يؤثر أي حدث على هذه العملية باعتبار أن داعش لا نقلل من خطره سواء على المنطقة وحتى العالم. وخطر داعش أعتقد واضح ليس فقط على مناطق شمال وشرق سوريا، شمال وشرق سوريا هي التي قضت على داعش وأنهت العالم من هذا الخطر التكفيري. لذا قوات التحالف الدولي هي مطلعة بشكل يومي على هذه العمليات التهجي، والبيان الأخير للتحالف وكذلك السفارة الأمريكية يؤكد على العناصر الخبيثة. طبعا لدينا وقائع ولدينا فيديوهات غير التي نشرت على الإعلام كيف أن بعض العناصر التي تم عزلهم في مجلس دير الزور العسكري بقيادة أبو خولة كانوا يتواصلون مع النظام لإحداث هذه الفتنة التي تحدث. ولكن سيد فرهاد، يعني أسف المقاطعة، هذه الاشتباكات والتي راح ضحيتها يعني عدد لا بأس به أو العدد كبير، يعني نحو 50 من القتلى، السؤال عن طبيعة الاشتباكات اللي هي كانت مع أفراد ليسوا من تنظيم داعش، يعني هل هناك محاولة لإلصاق القرابة أو العلاقة بين المسلحين مع تنظيم داعش؟ وما هو الموقف الأمريكي تحديدا؟ هل يدعم التحالف، أسأل عن قوات التحالف، هل تستطيع تقديم الدعم لكم إن كنتم على قتال في مع عناصر عربية؟ المقاتلين العرب هم أساس قوات سوريا الديمقراطية، وطبعا أنا أتحدث معك الآن وهناك تشييع للشهيد في بلدة البصيرة، الشهيد من قوات سوريا الديمقراطية استشهد أول البارحة برصاص هؤلاء المسلحين. يعني بلدة البصيرة التي يحاول الإعلام ترويجها كأنها قلعة، هناك حاليا تشييع للشهيد لقوات سوريا الديمقراطية في هذه القرية بالضبط. على العموم نحن لا ننكر ربما مسألة تورط داعش. داعش منذ بداية العام ولحد هذه اللحظة نفذ أكثر من 60 هجوما ضد قوات سوريا الديمقراطية والمجلس المدني في دير الزور، ولكن اختفى في هذه الفترة. وهنا طبعا محل السؤال، بالمجمل نحن نوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى عناصر دخيلة من قبل النظام السوري التي توغلت، وهناك مشاهد ووثائق ودمرنا زورقين لهؤلاء على ضفة الفرات كيف كانوا يدخلون الأسعى إلى هذه المناطق. وطبعا إضافة إلى بعض المستفيدين من تجار المخدرات التابعين لأبو خولة التي عزل من قبل قوات سوريا الديمقراطية لارتكابه الجرائم، طبعا بعد جمع الأدلة والإثباتات وتقديمها إلى النيابة العامة في شمال وشرق سوريا. بالعودة إلى اللقاء مع القيادات الأمريكية التابعة لقوة التحالف بطبيعة الحال، هل كان هناك اتفاق مع القيادات الأمريكية على تقديم أو تغيير النهج، نهج التعاطي مع المدنيين في المنطقة، أم الموضوع لم يرتبط بإدارة الحكم؟ حقيقة هذا السؤال أيضا جيد وأشكرك مرة أخرى على هذا السؤال. هناك بعض بطبيعة الحال النواقص في منطقة دير الزور وهي تتعلق بشكل مباشر بالوضع الأمني. يعني داعش يقوم باستهداف المؤسسات الخدمية، داعش يقوم باستهداف الموظفين المدنيين الذين يقدمون الخدمات ويهددهم بضرورة
ترك وظائفهم، وكانت هناك رسائل تهديدية نشرتموها أنتم أيضا على قناة الحدث، إضافة طبعا إلى تورط عناصر أبو خولة في مسألة الاعتداء على المدنيين مما كان يسيء طبعا لقوات سوريا الديمقراطية. بالمجمل نحن نتفهم هذه النواقص الخدمية التي تحدث في دير الزور، وهذه العملية أساسا هي كانت لضبط الأمن والاستقرار لمساعدة الناس على البدء بحياة أفضل، وهو ما نركز عليه. المناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مناطق معروفة على المستوى السوري والإقليمي بضبط الأمان، بحالة المعيشية الأفضل، بوحدة القرار وطبعا الاستقرار. لذا دير الزور بالفعل هي بحاجة إلى المزيد من الدعم، بحاجة إلى المزيد، ليس الدعم المحلي فقط، حتى الدعم الدولي. وهنا نوجه النقد إلى المؤسسات الدولية وخاصة المؤسسات الإغاثية بتقاعسها وتجاهلها لهذه المنطقة التي عانت لسنوات من ظل تنظيم داعش، ولكن للأسف بعض المؤسسات الدولية تقاعست عن تقديم هذه الخدمات واتجهت طبعا إلى مناطق أخرى ربما هي أيضا بحاجة إلى تلك الخدمات. كل الشكر لك سيد فرهاد على هذه التوضيحات والمعلومات. حدثني من منطقة الشدادة فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، شكرا جزيلا لك مرة جديدة. لاستعراض شريط الأوضاع الميدانية تحديدا في منطقة دير الزور، يحدثنا الآن من مدينة كوفنتري في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي تحية طيبة، أنتم تتابعون هذه الاشتباكات منذ اللحظات الأولى لانطلاقها، بداية كيف يمكن وصف التطورات الميدانية حتى الآن، وهل أي من هناك مسببات لاشتعالها مرة جديدة برأيك؟ نعم، هناك من يريد، صباح الخير، هناك من يريد أن يشعلها مرة جديدة. ما حصل مساء الأمس وتحديدا حوالي الساعة 7:30 من مساء الأمس في منطقة هجين التي انسحبت منها قوات سوريا الديمقراطية باتجاه البادية، كان هناك قصف من قرية المجاودة في مناطق سيطرة ميليشيات إيران وميليشيات نواف البشير على هجين، الأمر الذي أدى لاستشهاد سيدة وطفل في هذه المنطقة. وبعد ذلك شاهدنا إعلام الفتنة في تركيا وإعلام النظام يقول بأن قوات سوريا الديمقراطية قصفت هجين وقتلت الأطفال وقتلت النساء، أن هناك من يريد أن يحرض ويشعل. وقبل ثواني وأنا أستمع إلى فرهاد شامي، هناك مراسلنا في الميادين يقول بأن أعطيت الأوامر بضخ السلاح باتجاه زيبان واتجاه ضفاف الفرات الشرقية من أجل استمرار القتال في تلك المنطقة، لأن هناك من هم شيوخ الفتنة مثل نواف البشير رجل إيران وحزب الله في غرب الفرات يريدون استمرار اشتعال المنطقة واستمرار إسالة الدماء في تلك المنطقة، بينما أنا منذ اللحظة الأولى على قناة الحدث قلت بأننا يجب أن نعمل من أجل أن يحصل أهالي دير الزور على حقوقهم، ومن أجل العمل على وقف إراقة الدماء. وعندما سألني حسين الشيخ قال يتهمونك، قلت له يتهمونني، من يتهم؟ أنا أعمل من أجل حق الدماء أبناء الشعب السوري. تفضل. يعني بعيدا عن المطالبات الإنسانية وفي تلك المنطقة، نتحدث عن التطورات العسكرية اليوم، هل يمكن حصر القتال وإعادته إلى طبيعة عرقية قبلية، أم يعني بالفعل هناك طرف ثالث يتهمه جانب قسد بكونه قوات النظام تحديدا العاصمة دمشق؟ ما حقيقة الموقف برأيك؟ وقبل قسد وقبل بيانات قسد وقبل قوات النظام، في معكم مع الأستاذ حسين قلت بأن هناك النظام ونواف البشير يعملون على إثارة الفتنة وتحويل الأمر بين أبو خولة إلى قضية عربية كردية، وهي ليست عربية كردية، لأن قوات سوريا الديمقراطية في الأساس يوجد فيها عرب، 13 قتيلا من قوات سوريا الديمقراطية بينهم 5 عرب من إدلب، كيف يكون الأمر قتال بين عرب وأكراد؟ لذلك أقول من أراد تحويل الأمر إلى قضية عشائر عربية ضد الأكراد هو يعلم بأنه يريد أن يبعدنا عن السويداء ويبعدنا عن مزارات السويداء من أجل خلق هذه الفتنة في شمال شرق سوريا وتحويل الأنظار إلى شمال شرق سوريا. ما هذه المصادفة أن نشاهد حسن نصر الله يتحدث عن شرق الفرات قبل بدء هذه الفتنة؟ ما هذه المصادفة؟ كنت أنا مع ضيف من النظام على أحد الفضائيات وقال سوف ترون قريبا في شرق الفرات، كل هذه أتت صدفة لا يوجد تخطيط لها. أعتقد بأن هناك مطالب محقة، ولكن هناك من دمشق وحزب الله ونواف البشير أرادوا إشعال الفتنة في شمال شرق سوريا وتحديدا في منطقة شرق الفرات،
ولكن العقلاء طيب سيد رامي سوف يعملون على وادي هذه الفتنة. سريعا أرجوك، ما ارتباط ذلك بالخطوات التي قامت واتخذتها القوات الأمريكية فيما يتعلق بالمنطقة الحدودية بين سوريا والعراق؟ كلها مرتبط، لأن إيران أرادت استباق الخطوة الأمريكية بإشعار شرق الفرات كي تلتهي أمريكا عن هذا الأمر. وسمعنا أمس نواف البشير يقول بأن هناك مخطط منقصر لوصل شرق الفرات مع إسرائيل. ما هذه التفاهات وما هذا الخيال؟ لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.